عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من مرة ونص. اليوم جينا نتعرفوا على السيدة ولد ربعي آمال، مفتشة رئيسية لقمع الغش التابعة لأعوان الرقابة بمديرية التجارة لولاية الجزائر. ابقوا معنا باش نتعرفوا عليها. في إطار الإجراءات الاحترازية من تفشي وباء كورونا، لازم يكون لقيس الأحذية يستعمل كيس خاص. الموسم هذا تاع الاصطياف تكثر فيه التسممات الغذائية، تكثر على هذيك خاصة في النشاطات تاع المطاعم، ولا لازم يغسبكتيو يحترموا شروط الحفظ الوقائية من وباء الكورونا. إذا أنا نلاحظوا راك داير المنشفة هذيك اللي في الباب، راك داير فيها الجل ديالك، عندك لي بافيت، راكم لابسين لي بافيت. واش تراقبوا؟ واش نوعيه النشاطات اللي تراقبوها؟ حنا ولايه وزاره التجاره متخصص مديريه التجاره، عندنا المهمه برينسيبال تاعنا هي مراقبه كل الانشطه التجاريه كامل كل انواعها، كامل انواعها، تجاره بالتجزئه، خدمات، تجاره بالجمله، استيراد وتصدير، الانتاج. السلام عليكم. السلام. سلام الاخ. مراقبه، عوان الرقابه، مديريه التجاره والجزائر. عندك الرخصه لاغريمون؟ لاغريمون كاين؟ عندي لاغريمون. عندك نشاط اطعام سريع؟ بون. نشوفوا عندك زوج ثالث. نشوفوا لكم لابسين اول بيان سور لي بافيت والاجراءات الوقائيه كورونا طبقوها. هادو كاع ما يخصهم نخلطوا لا كورونا ونضربهم نخليهم ينشفوا لهنايا. دايرين واحد في لاكاس وواحد يسربي الناس وواحد في لابلاك. ماني نشوفك ديري محضر هكذا محضر معينه توا. واش يعني واش كاين عند هذا التاجر باش راكي ديري هذا المحضر تاع واش يعني؟ انا قلت لك من قبل مخصصا لهذه الفتره اللي رانا في الجائحه تاع كورونا، عندنا رانا نركزوا اساسا على الاجراءات الوقائيه، احترام الاجراءات الوقائيه والاحترازيه للوقايه من وباء كورونا. اذا عندنا احنا محضر معينه وين نقدروا نفصلوا فيه صديق واش وجدنا عند التاجر، هل راه مطبق الاجراءات ولا ما راهوش محترم الاجراءات. خلال المعاينه واش لقيتوا عند التاجر هذا تاع محل وراه مطبق فيما يخص النشاط المسموح به؟ راه مطبق النشاط اللي راه مرخص به في السجل التجاري، عنده المنشفة الارضيه، راهم يرتدوا كامل الخدامين راهم يرتدوا الكمامه، عنده الكحول جال ايدرو الكوليك للخدامين، عنده للزبائن راهو حاطه في الدخله تما راهو على بورتي. وجود سائل التعقيم تاع النقود راكم شفتوا هنايا العلبه راهي فيها معقم النقود، وعنده ثاني البولفيريزاتور هذا تاع الكول للنقود الورقيه. عند الزبائن ماهمش يدخلوا المحل، راهم يا نشوفوا لا فيتنا ياخذوا لا كوموند تاعهم ويدوها، ما يدخلوش داخل ما اذا ما كانش تجمع ماهوش يستقبل الزبائن. التعقيم والتنظيف الدوري رانا نشوفوا باللي الحمد لله راهم نظف الاسطح ديالو كامل، المبرد تاعو راهم منظف، داخل الماتيريال ديالو كامل راهو نظيف. يسني معنا التاجر ويتسلم محضر معاينه ديالو، يستلم محضر معاينه ديالو. السلام عليكم. الله يعاونكم. هيا نشوفوا هذا المحل التجاري. قبل ما ندخلوا ديجا المحل هو على الواجهه، ديجا رانا نلاحظوا باللي راه مطبق الاجراءات، راهو داير معلقات ديزافيش في اطار احترام التباعد والاجراءات تاع ما يخص الاطفال اقل من 16 سنه ما يدخلوش، نومبر دو بيرسون راهو داير 8، لان مساحه المحل راهي تبان باللي راهي كبيره مليحه يعني فيما سافا 8 بيرسون معقول معقول معقول. وراهو يجبر الزبائن على ارتداء الكمامه، لا ديستانس، ريسبكتي لا ديستانس. راني نشوف الجال، راني نشوف او داير الجال في الجال ايدرو الكوليك في الدخلات، تما الزبون قبل ما يدخل
لازم يعقم ما يديه. شوفوا ما كاش بزاف زبائن داخل نقدروا ندخلوا. الاخت ما مفتشي من وزاره التجاره ولايه الجزائر، الله يسلمك. نطلبوا سيدي التجاري تاع المحل، انت يا بزات المسيره للمحل ولا عامله بالمحل؟ معليش الله يبارك. حنا طوندون كي نلحقوا توجدي لنا الوثائق، واش راكم متخذين الاجراءات هنا؟ اول حاجه قبل ما يدخلوا لازم يعقموا الايدي تاعهم ويمسحوا الجنين قبل من شفاف الدخله ويحترموا المسافات الداخل. مليح، راكم دايرين التباعد تما هنايا لي فلاش هادو تاع الدخول ومن هنا الخروج باش تيفيتي ولا الكروازمون تاع الزبائن. هما لي كابين دو سياج هما صح، رانا نشوفوا بلي ماكمش تسمامش يستعملوهم الزبائن، ما كحتى زبائن الداخل. وشنو هي لازم تغلقوهم، سواء اذا عندكم امبورتا يكونوا فيرمي ولا ما كاش ديروا هذاك سكوت شريط كيما راكم دايرين في الباب. عندنا عامله هنا توقف واقفه، سينو عندنا امبورتا. معليش العامله تروح تسربي للزبائن، تروح تشوف الخدمه تاع الزبائن دو بريفيرونس باش هكذا يبان باللي هاد لي كابين دي سياج ماهمش يستعملون. اون سي جامي، هذه الدنيا يقدر الزبون يغلط يدخل هو ماهوش عارف. نعم فهمتي، على بالنا بلي راكم تعسوا راكم بصح، كي ديري هذاك الشريط ولا تغلقي الباب وديري ممنوع ولا تسمى، هذا هو حنا بوغ نو راهو سي تانسين باش اعلام الزبائن احسن توصل الفكره بانه راهي مغلوقه. اذا عندكم الهلام هنايا الكحولي للتعقيم، معلي يعطونا السلف نحطوهم من هنايا حتى يتعقموا ما نشوفوهم. هذه العلبه اللي راكي تستعملي فيها المعقم تاع النقود لازم تكون هنايا، تكون على لا بورتي دي ما، تكون مباشره غير يعطيك الزبون، ماشي حتى تشديها في يدك، باسكو كي تكون لتحتها تشديها انت الصرف بيدك باش تحطيه في العلبه. دونك هنايا عاودنا ولينا للكونتاميناسيون. اذا الزبونه لازم مباشره تحطها داخل العلبه، منها انت اكسيسيبل، وثاني المفتشين تاع الرقابه كي يشوفوها ما هم رايحين يسالوك تسمى كل شيء راه يكون واضح. باسكو حنايا حنبدا حوايج، دونك سي فور سا حطيتها لتحت اون كارو هي ترميها لي ديريكت، مع اللي يكون وزانها في لاختيك هذاك كتطي طاش لي لاختيك ما يخسر لي. معليش حنا نقدروا نتفاهموا، كل نشاط تجاري عنده الخصوصيات ديالو، عنده مشاكل ديالو، عنده كيما يقولوا لي زاكسيدون اللي صراو فيه. مولو انه انا قلت لك لازم تكون على بورتي، ما على باليش حطيها من جهتك حطيها، المهم حنا ايفيتي هذيك الصرف من يد ليد على جال باش ما تكونش الانتقال تاع الفيروس. يعني شفنا هذا سي لو دوزيام ماغازان راهم محترمين الاجراءات الحمد لله. في حالة يعني وين طحتوا مع ربما تاجر ماهوش محترم الاجراءات، وشنو هما الاجراءات ديالكم انتوما؟ شوفي في حالة ما اذا دخلنا محل تجاري ولقينا اي بند ولا اي شرط من اللي راهم الاجراءات اللي راهي مفروضه على الانشطه التجاريه غير محترمه، راح يكون هذاك محضر المعاينه يكون اذا سلبي، ان التاجر يكون في الملاحظه لان التاجر غير محترم للشروط الوقائيه والاحترازيه من وباء الكورونا. اذا في هذه الحاله احنا راح نتخذوا اجراءات ردعيه بالغلق الفوري لمده 15 يوم للمحل التجاري. هذا المكان مخصص لمحل لبيع الاحذيه، هنا فيما يخص تجريب ولا يقيسوا الاحذيه في اطار الاجراءات الاحترازيه من تفشي وباء كورونا. لازم يكون اللي يقيس الاحذيه يستعمل كيس خاص يكون جديد غير مستعمل، لازم يستعملوا زبون واحد للقياس، من بعد يتخلص فيه في النوفيات لازم تكون يترمى مباشرة. إذا الاستعمال للشخص الواحد هكذا باش نتفاداو انتقال. هنا لداخل عدد الزبائن أنا نشوفه بلي صافا راك تغسبكتي بليز أو موان لاباس، بصح عندك الدخلة تاع الباب عندك الزبائن بزاف راهم يجتمعوا. إذا برا هنايا
ما لازمش تاني تفر برا باش يوقفوا هكذا يتلاصقوا هذا الشيء تاني غير مسموم في الشمس بصح الفيروس راهو في الشمس وفي الظليله راهو في كل بلاص اللي برد ولا سخانه ولا الفيروس راهو والكونتاميناسيون راهي تكون سوسوا داخل المحل صح راك محترم ساكن في الباب تاع المحل ايضا لازم تكون واقف على هذا الشيء بارك الله فيكم الله يعاونكم شفنا يعني هذا المحل الاخر كنت عطيت له ملاحظات سلبيه يعني كانوا كاينين الناس مجمعين قدام المحل هذه خدمتكم بصح يعني انت كامراه كيفاش يعني التواصل ديالك راهو مع خاصه التجار هي في العاده الراجل ديجا ما يحملش مراه دير له اون غومارك فما بالك يعني تكوني هكذا مختصه في الرقابه وقمع الغش وتزيدي ديري ملاحظه يعني تاجر شوفي الاخت حنا فيما يخص مهام الرقابه ديالنا ما فيهاش ماناش نهضروا معاه من منطق تاع راجل ومراه حنا منطق تاع انا راني خدامه راني في المهام تاعي ما يهمش اذا كنت راني مراه ولا راني راجل ما نقدر في المحل نصيب مراه نقدر نصيب راجل والمفتش ثاني يقدر يكون مراه يقدر يرجل حنا هنا رانا في مهام عمل وشنو هما اكثر المخالفات اللي موالفين تسجلوهم يعني خارج اطار كورونا احنا عندنا سختو كي يجي الموسم هذا تاع الاصطياف تكثر فيه التسممات الغذائيه تكثر على هذيك في خاصه في النشاطات تاع المطاعم ولا لازم يغسبكتيو ويحترموا شروط الحفظ لانه درجه الحراره هي عاليه دونك لازم هو ثاني يحتزم شروط البرد لتجنب تلف المواد الغذائيه ولازم ثاني لا فريكونس دو نيتواياج صادير داخل المحل لازم تزيد في موسم الصيف لازم يكثر منها ماشي كيما الشتاء لانه تضاعف الميكروبات في الصيف راح يكون اكثر هذا يحتم عليه انه لازم عمليه التنظيف تكون بصفه مستمره سلام تيشي التجاره شهاده طبيه تاع الدجاج ديالك إذا أنا نلاحظو راك داير المنشفة هذيك اللي في الباب راك داير فيها الجل ديالك عندك لي بافات راكم لابسين لي بافات التعقيم تاع النقود عندكم التعقيم تاع النقود أوكي نضي لي هنايا الأخ على محضر معاينة ديالك شكرا ولا معظم التجار اللي تلاقيتهم ولا دخلتي لهم يتعاملوا معكم بكل احترام بصح على بالي يعني ممكن نشوفوا عبر مختلف القنوات كاينين اللي ربما ما يتقبلوش الملاحظات خاصه اذا دخلتي باغ اكزومبل عند بوشي وقلتي له ماكش محترم يعني قوانين النظافه في بعض الاحيان اعوان تعرضوا لعنف جسدي لعنف لفظي ميم كي دي كونتاميناسيون باسكو كي يخرجوا للتيغان ويكون المحل التجاري فيه الزبائن بزاف ولا يقدر اصلا التاجر يكون هو ديجا مريض بالكورونا هاد الشيء ورايح يعرضوا للخطر ويعرضوا للصديق يعني التقاط الفيروس والكورونا بسهولة. يعني المهمه تاعكم ما راهيش مهمه سهله يعني احنا من حيث الرقابه من حيث التعامل ثاني ربما مع التجار خاصه اللي يكون عندهم موقف من الرجال ماهيش محله سهله احنا رانا هنايا مجندين ورانا كما نقولوا مسبلين عمرنا كيما كاين قطاعات حساسه احنا ثاني قطاع حساس رانا هنا في اطار حمايه المستهلك سواء في كورونا ولا في غير كورونا وفي كورونا راهي زادت اكثر زادت المهمه ما يدل على ان ديجا رانا تحرمنا من العطل الاسبوعيه من العطل السنويه ورانا هنايا مجندين ومكثفين العمل باستمرار في توت لا جورني حتى يلحق وقت الحج الصحي فيما تمام الايام العطل الاسبوعيه رانا خدامين وان شاء الله ربي يرفد علينا برك هذا الوباء ونخرجوا كامل سلامات مشاهدينا كما شفتوا كانت معنا
كنا اليوم مع ولا في ضيافة نساء الرقابة وقمع الغش تابعين لولاية الجزائر العاصمة. إن شاء الله تكونوا تعرفتوا على المهمة اللي راهم يقوموا بها هاد النساء، ماشي سهلة. نتمنى لهم كل توفيق في مهمتهم لأنهم راهم في خدمتنا احنا، في خدمة المستهلك. نقول لكم انتوما إن شاء الله تكون حلقة اليوم عجبتكم، نتلاقوا بإذن الله الأسبوع القادم دائما على نفس القناة وفي نفس التوقيت.